صباح الخير عليكم جميعا أحبائي، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. في هذا الفيديو ستقضوا معي يوما كاملا من الألف إلى الياء، فتابعوا الفيديو حتى النهاية. إذا كنت تشاهدني لأول مرة فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الساعة الآن تشير إلى 8:30، أنتظر قدوم حافلة النقل لأتوجه مباشرة إلى المعهد. وأخيرا وصلت الحافلة، طريق السلامة للجميع. لم يتبقى سوى القليل على انطلاق الحصة، أنتظر التحاق طلابي للشرع في شرح الدرس. أنهيت حصتي ولله الحمد. الساعة الآن تشير إلى 11:00، سأستقيل سيارة الأجرة للذهاب إلى عيادتي. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في عيادتي المتواضعة، لقد نورتموني. والآن سأوضب ملفات مرضاي وأراقب مدى تحسنهم، لأنه انطلاقا من ذلك أحدد بروتوكول علاجهم. الساعة الآن تشير إلى 12:30 زوالا، سأبدأ باستقبال مرضاي. عليكم السلام. لاباس عليك؟ بخير مزيان، امورك طيبه؟ الحمد لله. لاباس هاني الحمد لله بخير. سينا مزيان؟ مرضاي الآن يطبقون التمارين التي كلفتهم بها، للإشارة فقط، لكل مريض تمرين معين، كل حسب حالته المرضية. أعانهم الله وشفاهم، وأتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الشهر المبارك العظيم فاتحة خير عليهم وعلى كافة المسلمين. وبالتالي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفلوج. ألقاكم أحبائي في فيديو جديد بحول الله. إلى اللقاء. كانت معكم هند حافو من مدينة تطوان.